ماهر شعبنا السوداني إلى بي إن تجمع شهداء حركة 28 رمضان المجيدة حركة الخلاص الوطني تحييكم تحية الحرية والديمقراطية وتناشدكم بأن تقفوا صفا واحدا لدحر عصابة الجبهة اللا إسلامية التي عرفت بالظلم والإجرام وتخريب اقتصاد السودان وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية في البلاد. إن حركة الخلاص الوطني كانت تهدف إلى استرداد الحرية والديمقراطية التي سلبتها طغمة الجبهة اللا إسلامية، وها هو تجمع شهداء 28 رمضان يذكر جماهير الشعب السوداني بأبطال حركة الخلاص الوطني في الوقت الذي تحتفل فيه عصابة الجبهة اللا إسلامية بما حصدته من تعذيب وخراب. عمل المزارع للجبال، عمل يا أصل المهاجر
الدهر معروف وأكرم ليسس في حفر يردم. Yeah.